استعمل اول حاجه من الديفيوزور نوريو طريقه الاستعمال تاعو. نديرو هذا يتباع في عند صيدليات متوفر يكون ذو نوعيه جيده كاين يعني بزاف انواع. حنا نستعملو هذا استعمال يكون هذا مبخره شغل مبخره ديفيوزور ولا ايميديفيكاتور هو يستعمل بالماء بالماء المقطر ونستعمل من احسن ماء مقطر. نحط كميه من الماء هي الاولى ومن بعد نديروا اليوم الاستعمال هي لا لافوند اوفيسينال الخزامه. عندنا كاين زوج انواع تاع الخزامه لا لافوند اوفيسينال تستعمل للنساء الحوامل والاطفال تكون امنه عليهم. اوكي ديروا بضع قطرات جوج تلاف قطرات هذا ما كان هذا يستعمل في غرفه النوم ولا في غرفه الجلوس في الاوقات اللي تكون فيه العائله متلمة وباش نتفاداو لا لافوند تطرد لا لافوند تطرد كامل الحشرات هي غيبيوسيف تاع كامل الحشرات يستعملوها بزاف طريده للقمل. النهار درنا حصه القمل صح درنا على القمل صح هي طريده هكذا راح يتبخر والحشرات تهرب من الرائحه تاعها كامل الحشرات. هذه الطريقه الاولى اوكي مش هي تريح مليح غابيدمون لانه يكون كيكون ذو نوعيه جيده راح تكون العمل تاعو الدور تاعو راح يؤديه على اتم وجه. عندنا نستعملوا تحضيره بالزيوت زيت نديروا زيت قولي لي سمحي لي احنا الخزامه كنا نستعملوها برك للرائحه الزكيه رائحه بصحية عندها فوائد بزاف يقولوا عليها هي لويل اسونسييل غان هي ملكه لي زويل اسونسييل السعر تاعها ماهوش غالي فوائد تاعها كثيره تستعمل في بزاف مجالات يعني اللي حب يكون عنده زيت اساسي يستعملوا ك كيما نقولوا اس او اس ناتور الملجا الاول في كامل الحوادث الالام لدغات البعوض والحشرات الاخرين هي الويل اسونسييل دو لا لافوند هي لازم تكون كاينه في كامل المنازل أوكي. لانها عندها بزاف استعمالات مهدئه تنحي لي دولور تنحي الحكه تاع اللي تكون اليرجي ولا كامل كامل الحساسيه يعني مشاكل الجلد مليحه فيها. نستعملوا زيت نواه المشمش هو الاول نستعملوا معاه زيت اساسي واحد اخر هذا زيت نباتي نديروا كميه صغيره منه تكون نصف العلبه راح نستعملوا لا سيترونيل سيترونيل هضرنا عليها المره اللي فاتت هي عشبه الليمون ثاني طارده للبعوض والحشرات هذه ما حاش يبخروها هذه كيفاش يدهنوها تبخرها تقدر تبخر حنا خيرنا لا لافوند قلنا لانها امنه على كامل الناس هذه تكون المراه الحامل في الثلاث اشهر الاولى ما تستعملهاش اوكي هزوا بضع قطرات منها واللي ما عندوش هذاك الجهاز ساره واش يدير جهاز دوك نديرو طرق يدير الطريقه هذه هذه الخلطه هذه يدير بها مساج يدهن روحه بها يدهنها في مناطق تكون ما يقربش ليه البعوض بصح يقدروا يديروها للرضع عاده مساكن لبيبي لا لافوند نقدروا نديروا لا لافوند مع زيت اللوز الحلو ونديروا قطرات من لا لافوند ونديروا للبيبي عادي ولا في الموستيكير تاع لي بيبي دائما عندهم يغطيوهم هذيك نقدروا نديروا فيها قطرات هذه شوفي رائحه تاعها عندنا رائحة عشبة الليمون هذه طاردة طاردة عندنا الماء العطري تاع العطشة هدرنا بزاف عليه العطشة دائما هي ثاني غيبولسيف دو موستيك ولا في حالة لدغات يعني لدغات بزاف يقولوا انه لا لافوند كي تستعمليها بكميات كبيرة تضر الزيت نعم الضر نعم لانه هي تلمو مهدئه استعمال تاعها هي تهبط لا طونسيون استعمال كثير تاعها راح يهبط لا طونسيون وعندها استعمال على البشره كي تكون بدي دوزاج عاليين راح تنشف تسبب جفاف للبشره على هذيك حنايا نستعملوها دائما ممدده في زيت نباتي
دائما استعمال نخفوها يعني. تكون مخففه، نديروا زوج قطرات في ملعقه صغيره، هذا دائما قاعده لي نورمالمون ولفتوني اني نديرها القاعده، انه نديروا زوج قطرات زيت اساسي في ملعقه صغيره ما يعادل 5 مليلتر من الزيت النباتي. يقولوا لي يعني ببعض المشاكل مثل الصرع مثلا، يعني الاستعمال تاعها لا يكون بحذر، لا يتفادوها تماما، ما يستعملوهاش. هذيك لافوند فغي، لافوند اسبيك، كاينه لافوند اوفيسينال، هي التركيز تاع لو كونفر فيها راح يكون اقل. على هذه خيرت اليوم لافوند اوفيسينال، الاستعمال تاعها امن بنسبه كبيره. أوكي. لكن كما ذكرت مرضى الصرع ومرضى لي زيبوتوندو، هذو راح يكون هو على باله في روحه باللي ما يقدرش يستعمل، لانه كاين بزاف اللي وضعوا الثقه التامه، يقول لك في كل ما هو مواد طبيعيه، لكن الاستعمال كيكون مفرط. على ذلك انا دائما نحذر من استعمال بدي دوزاج عاليين، والخلطات، الخلطات مش اي واحد يدير خلطات، لانها هي راح تبقى مالغري راهي طبيعيه، راح تبقى كاين فيها تفاعل كيميائي. أوكي. نخلطوا بضع الزيوت، لانه لهنا احنا هذا هو الهدف تاع الفقره تاعنا، ان يكون الناس تستعملها، تكون عندنا ثقافه هذه تاع استعمال الزيوت. دوكا كاين زيوت اساسيه متوفره في الصيدليات، في الصيدليه عند ليكيب تاع لا فارماسي يكونوا يعرفوا كيفاش ليتيليزاسيون، كي تروح تشري هو يعطي لك النصائح، يقول لك يعرف لو فارماسيان راح يعرف التاريخ تاع لو كليون تاعو، على باله باللي ايبرتوندو ولا ايبيليبتيك، يقول له ما تستعملهاش، ما يخليهش يشريها. على هذه الاستعمال تاعها حنايا رانا نوجهوا في المشاهد كيفاش الاستعمالات، ونمدوا لهم دائما نقولوا المراه الحامل والاطفال اقل من 3 سنوات، اقل من 6 سنوات استعمال راح يكون بحذر. اوكي. عندنا هنا قلنا ماء العطري تاع العطرشه، الماء العطري دائما امن على الزيوت، لانه نسبه المواد الفعاله فيه راح تكون خفيفه على الزيت الاساسي. هذا يستعمل من طرف الحوامل، من طرف الاطفال كي قرصوهم، نقدروا نستعملوه، نديروا ابليكاسيون يحبس هذاك التهيج. وش نوع ماء عطري هذا؟ ماء العطري هو كي نستخلصوا الزيت الاساسي، عندنا بطريقه الاستخلاص يكون ينتج الماء وينتج الزيت. كيما الماء تاع الزهر كيما الزهر والورد جايتك. تقطير لطفي دائما يقصدني. تقطير، في طريقه التقطير راح يخرج الزيت العطري ويخرج من تحت الماء العطري. الماء العطري راح يكون فيه تركيز تاع المواد الفعاله اللي كاينه في الزيت، لكن يكون اخف ويكون امن على الناس اللي ممنوع عليهم زيت العطري، الماء العطري راح يكون امن عليهم. اوكي. واش نزيدوا ثاني ساره؟ عندنا لاجيرانيوم، قلنا دائما ثاني ما لاجيرانيوم، هذو 3 زيوت اساسيه تستعمل ابليكاسيون لوكال او بور في لاداغات. في البريفونسيون انا درنا قلنا لا لافوند في المبخره، عندنا هذا يستعمل ثاني، هذا رائحته هايله، سيترونيل معروف عليها انها تكون طارده ونفس الوقت مليحه للدغات. كاين دي بلونت، كاين مختصين في النباتات، كاين دي بلونت اكثر. احنا متعودين نحطوه في النافذه ليطرد حاجز للبعوض، هذا حاجز، وهنا عندنا في لي بيس نقدروا نستعملوه.